هذا راح ممكن تجيب اللابتوب نفس التصميم اللي موجوده من اكبر مراكز معارض وعباره عن قاعتين يعني تستغل السيارة وممكن تستغل بعض وبرضه بنطلع هذا استثمار عرفنا ان الموقع هذا محطتين محطوطات الموقع هذه مول تجاري مركز مول تجاري زي الميجا ستور وكارفور والشغلات هذه طبعا المسجد المناطق هذه 80% من الموقع مسطحات خضراء اكبر ممر مشرق حول الممر وهذه ساحه الاحتفالات حقت المدينه. Thank you.